غير جليس في الزمان كتاب. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى رسالتنا اليومية من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49. الأرقام تقترب من 1,000,000 زائر في اليوم الرابع من أيام هذا المعرض، بواقع 300,000 زائر يوميا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. معكم في هذه الرسالة اليومية نستعرض أهم الفعاليات والأنشطة الثقافية، ونحاول أيضا أن نتجول بالكاميرا ما بين مرتادي وزوار هذا المعرض. البداية مع أخبار الفعاليات والأنشطة الثقافية. شهدت قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم ندوات متنوعة ومختلفة. القاعة الكبرى، قاعة عبد الرحمن الشرقاوي، شهدت ندوة تحت عنوان المؤتمر الدولي الثالث للتواصل الثقافي العربي الروسي، وعرضت هذه الندوة كتاب روسيا والعالم الإسلامي حوارات وحضارات. شارك في هذه الندوة مؤلف الكتاب السفير أنوربيك فاضليانوف، وشارك أيضا مترجم الكتاب الدكتور محمد نصر الجبالي. تناولت الندوة المحطات التاريخية ما بين روسيا والعالم الإسلامي.